هذا مقطع عن العزف، ثم إذا خلصت أحاول أجاوب على الأسئلة مرتبطة بالموضوع أولا ثم المواضيع الأخرى. طبعا مقاطع اليوتيوب كثيرة عزف فيها، سواء تطبيقية مع بعض الخيل العسايف أو شرح عن العزف. ادخل في القناة في اليوتيوب تلقى قوائم التشغيل، القسم اللي فيه قوائم التشغيل ادخل فيه تلقى قائمة تشغيل اسمها العزف أو عزف أو عسايف أو العسايف، عدة قوائم كلها في مقاطع العزف، بعضها 200 مقطع بعضها 50 مقطع إلى آخره. لكن بتكلم بشكل عام عن النقطة هذه اللي هي فكرة فهم الناس الخاطئ عن العزف في نظري. رقم واحد، 90% من الخيل اللي تسمى معسوفة في وقتنا الحاضر، صدق أو تصدق، خاصة اللي حولنا دول عربية يعني السعودية ودول عربية وغيرها، مين معسوفة؟ طبعا حصان مركوب ويفتح ويهذب ويخب وعليه خيال، لكن مو معسوف عزف صحيح كامل. يعني تجي تبيع الحصان لشخص مبتدئ يتعلم ركوب، حصان معسوف، اي نعم معسوف، ايش قصده معسوف؟ يعني حصان ركب، ركبه على زرج وفي خيال ركب على ظهره، وش سوى عقب ما ركبه؟ وش الاشياء اللي يعرف انه يسويها فوق ظهر الخيال؟ مو مهم، اهم شيء ان الحصان ركب او مركب على السرج. فاغلب الخيل اللي تسمى معسوفه في الوقت الحاضر مركوبه، مو معسوفه. العزف الكامل هو ان الحصان يعرف معرفة تامة جميع الامور اللي ناوي تسويه فيها. يعني كشخص مثلا مبتدئ ابغى اركب حصان عسيف، عادة اللي بسويه التعامل في البدوك، ابقاود بركب مسار خبب هذب وفتح احيانا. فلما اجي اخذ حصان اعلى شيء سواه مع صاحبه او الشخص اللي عسفه الركب، ركبه سرج الركب ومسار وخبب هذب بسيط معسوف. انت كمبتدئ تاخذ الحصان مسكين تركبه بكره ركوب عادي، ركبت الحصان مسار خبب حاولت هذب قام قماص وانطلق طيحك، طبعا صدقت البلا فيك او صدقت الخطا فيك، والحقيقه هو ان الحصان معسوف خطا او ان الحصان محيوس او ان الحصان ما اكتمل عزف. ذاك البدو سابقا كانوا يقولون الحصان ما انعسف ما هد ما انعسف، حصان ما هد ما انعسف. في وقت الحاضر يعني معناته حصان ما فتح ما انعسف. ايش معناته ما فتح ما انعسف؟ لو تلاحظ جميع الحركات اللي يسويها الحصان اثناء العزف بدون استثناء حركات يسويها بالحاله، هو يهذب بالحاله لما يكون في بدوك، يعني يكون بر يفتح. هو قطع عندكم ولا ما قطع؟ رجع بس ما اشوف الصورة انا. عندي مو بطالع الصورة. ايوه. ببساطة الحصان اللي ما فتح ما انعسف، اتوقع هذه اخر نقطة وصلت لها، يقصد فيها ان الحصان جميع الخطوات اللي يسويها هو بالحالة في الطبيعة انت بس تبغاه يسويها وانت فوق ظهره، هذا العزف. يعني الحصان يهذب بالحالة، يخب بالحالة، يفتح بالحالة، لكن تبغاه يهذب او يفتح او يهذب او يهد وفوق ظهره خيال. طالما ان الحصان ما عرف انه يفتح فوق ظهره خيال، حتى لو هذب حتى لو خب حتى لو مشى مساره فوق ظهره خيال، بتلاحظ انه اذا خاف او بغى ينطلق اول شيء يسوي يحاول يقمص يطيحك، لانه ما يرى انه يستطيع الفتح وانت فوقه، عشان كذا يستمر عسيف ما فتح ما انعسف. يعني بالفعل الحصان ما فتح لو تلاحظ، مع انه يهذب يخب وكل شيء، اول شيء يسوي اذا خاف يحاول يقمص يطيحك، لانه يبغى يفتح ويرى انه لا يستطيع الفتح وانت فوق ظهره. لو كان قد فتح قبل يحاول يتفلت ينطلق لك ما يحاول يقمص. فإذا تلاحظ حصان عقب ما تفتح للعسيف تهده شبه يزول قمصه تماما، يصير يحاول يتفلت او ينطلق او يلعب لكن ما يحاول يقمص قمص. عاده القمص يسوي العسيف او العسايف. فاغلب الخيل اللي تشتريها اما انه مركوب فقط او مركب السرج عليه فقط او مركوب وخاب وهذب فقط او مركوب وهذب وفتح لكن بشروطه. النقطه الاخيره دي مهمه، يعني حصان معسوف سوى كل الخطوات وانت فوقه، بس ركبناه جينا في خبب هذب بسيط حاولنا نرده قمص قمص تشعبطنا فيه انطلق وفتح في بر.
فجأة يقول أصلا نعم فتح فوق ظهر الخيال. إيه بس كيف فتح؟ وليش فتح؟ وشلون فتح؟ وش صار قبل فتح؟ لما يكون فتح وانطلق وطيحني، غير لما يكون أنا فاتح فيه، أنا اللي هاده، أنا اللي على ما قالوا معطي أمر الفتح. فنقول أن في خيل أو أغلب الخيل اللي تسمى معسوفة، أو كثير على الأقل من الخيل اللي تسمى معسوفة، معسوفة ما اكتمل عسفة، معسوفة نص عسف أو ربع عسف أو ثلاثة أربع عسف. وكثير من الخيل اللي بالفعل معسوفة عسف كامل وفتحت ما يعتبر عسف صحيح، تحتاج عدة عسف لأنها فاتحة فيك أنت ما فتحت فيها. هذا رقم واحد. فكشخص مبتدئ لما تشتري حصان اعلم هذا الشيء، أن أغلب الخيل أو كثير من الخيل اللي تسمى معسوفة مين معسوفة، فستقع ضحية للشيء هذا بكثرة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، العسف الصحيح والعسف الخاطئ. كل منها بده بيعسف، ممكن تعسف صح، ممكن تعسف خطأ، ممكن تعسف عصا صح، كل واحد له طريقته وأسلوبه في العسف. العسف اللي أتكلم عنه هو المقصد فيه أنك تتحكم بالحصان تحكم تام من البداية للنهاية. تعامل مع حصان في بدوك تحكم فيه تحكم تام بحركات الجسم ولغة الجسد. بعد ما تحكم بلغة الجسد وحركات الجسم تنتقل لمرحلة الجود بأنواعه. تركيب الرشمة، الجود بالحبل على الرشمة، الجود بالحبل على الخشم، الجود بالحبل على الفم. وتسوي جميع التمارين اللي تكلم عنها بمقاطع كثيره جدا، اللفات يمين يسار، الدوائر، كسب ثقه الحصان، الرجوع للخلف، التحكم الحصان عند الخوف، التحكم الحصان عند الافراس، التحكم الحصان عند الفحول الى اخره. لما تصل لمرحله جيده جدا وتصل على النتيجه المطلوبه وتوقف الحصان بسهوله وتمشي بسهوله وتتحكم فيه تحكم تام، تنتقل لتركيب الشكيمه على الفم. لماذا تنتقل لتركيب الشكيمه على الفم؟ لانك لابد تركب الشيء اللي ناوي تركب الحصان فيه في الركوب في الجود قبل، فلابد من جود الحصان بالشكيمه قبل الانتقال على طول للركوب. بعد ما تركب حصان الشكيمه على الحصان وتتحكم فيه تحكم تام، تحصل على جميع النتائج هذه، تبدا تقود جود العسف. المقصود بجود العسف هو انك تقود الحصان بجود مقارب لوضعيتك اذا ركبت. فكل طريقه لها جود عسف خاص. الطريقه دي لها الطريقه الفلانيه، الطريقه دي لها الطريقه الفلانيه، بس بالنهايه كلها يسمى جود عسف. جود العسف المقصد فيه اني اقودك بطريقه مقاربه لوضعي لما اركبك، ما انتقل على طول من الجود للركوب، لا اقودك بجود مقارب لي وضعي في الركوب. وكل واحد له طريقه جود عسف خاصه، خلينا نقول طريقه في اسلوبه. ثم تنتقل لي بعد ما تخلص الجود العسف للركوب، وتختلف طرق الركوب في ماذا يحصل، وهذا النقطه اللي بتكلم فيها. المراحل اللي قبل الركوب كل ما كانت جيده كل ما تحسن الحصان في الركوب، كل ما صار سهل عليك ركوب الحصان. والمراحل اللي قبل هذه كل ما كان شغلك خطا كل ما كان الحصان صعب في الركوب. يعني اللي يعد الحصان للركوب هو المراحل السابقه هذه، كل ما كانت جيده كل ما كان الركوب اسهل. وكل اذا حسنت حسن الركوب خلينا نقول، واذا ساءت او يعني فسدت فسد الركوب. فحسب طريقه الركوب واسلوبك. النقطه اللي ابغى اتكلم فيها ان اغلب طرق الركوب مو بس خاطئه حتى الصحيحه. لما يركب الحصان اول ركبه اللي حاصل كالتالي، لنشات لان الحصان يعني نص ساعه وربع 40 دقيقه لنشات، يعني الحصان بنزينه خلص طاقته كلها خلصت. لنشات طبعا هو انك تخلي الحصان يدور حولك وانت ماسك بحبل تطيب. اثنين، سرج يثبتك على ظهر الحصان. ثلاثة، صدارة تجبر الحصان على التبويس. أربعة، عصا ومهماز لسهولة تحريك الحصان وتوجيهه. خمسة، مكان مغلق عشان ما يتحمس الحصان وينطلق. ستة، واحد بيقودك، هو اللي بيوقف لك الحصان، هو اللي بيرفعك عليه، هو اللي بيحرك الحصان، هو اللي بيوقف الحصان، هو اللي بيوجه الحصان، أنت شكل فقط. ومع كل هذا أول شيء يسوي الحصان لما يركب الخيال يقمص يحاول يطيحه. أو يحاول يعني يتخلص منه. عندما تعسف الحصان وتسوي جميع الخطوات اللي ذكرناها بالشكل الصحيح بالطريقة هذه وتركب الحصان أول مرة مكان مفتوح بدون سرج يثبتك على الحصان، بدون مهماز أو عصا تساعدك في التحريك والتوجيه، بدون ما يمسك الحصان لك شخص يوقف لك أو يوجه لك أو يحركه لك أو يثبتك عليه، أنت ثبته وأنت تطمر عليه وما يتحرك ولا شعره، ثم أنت تحركه وأنت توجهه وأنت توقفه دون صدارة، دون مهماز، دون عصا، دون سرج، مكان مفتوح، عشان تعرف مقدار أو جودة هذه النتيجة أو صعوبة هذه النتيجة أو تميز هذه النتيجة. لابد أن تعي ماذا كان سيحصل لو انشغلك خطأ. لابد أن ترى ماذا تفعل الخيل العسايف لما تركب أول مرة هي معسوفة خطأ. لابد تقارن بين النتيجة هذه والنتيجة اللي حصلت مع ركوب الخاطئ. لابد تعرف العسايف ماذا تفعل لما تركب خطأ أول مرة عشان تعرف قدر أنك تتحكم بالعسيف أول ركبة ما يتحرك. ما تكلم عن واحد اثنين ثلاثة، تكلم عن 60-70 رأس عسايف نتيجة واحدة، مكان مفتوح، ما حد يثبت لك الحصان، بدون سرج، بدون مهماز، بدون عصا، بدون صدارة، ما يتحرك شعره، ما يمشي متر قدام،
تطمر وتنزل تطمر وتنزل تطمر وتنزل، ثم تركب ركوب كامل ما يتحرك، ثم انت بتحرك يمين يسار وترجع ورا. هذا بحد ذاته هو اهم نقطه تبغاها في العزف. العزف سهل يعني، مو بس صعب بس بشكل عام يعني فكره العزف ايوه اسويها. الصعوبه الحقيقيه هي انك تبدا العزف من الالف وتنتهي بالياء دون تخريب الحصان. زي ما قلنا جميع الاشياء اللي بتسويها بالعزف الحصان عارفها، بس انت تبغى يسويها وانت فوق ظهره. اللي يصيرنا لما نعزف حصان خطا خربناه، لان ما عزفناه لان ما ركبناه، خلينا يستغل هذه حركات عينا احنا. لما نركب الصح ونوزن الصح استغليناها احنا عليه وحسناها وطورناها. فالعزف والتحكم بالحصان من الالف الى الياء، من البدايه الى النهايه. عزف الحصان وتقبل الحصان لك او يعني للخيال فوق ظهره دون تحكم يعتبر غاية تبرر وسيلة. أنا في نظر الخيل الغاية لا تبرر وسيلة. كيف أسوي الشيء أهم مجرد فعله، كيف أعزف الحصان أهم مجرد عزفه. فأبغى أتحكم بالحصان تحكم تام في البدوك، لغة جسد وحركة جسم، ثم تحكم تام بالقود، سواء قود على الرشمة أو قود على الخشم أو قود على الفم، كسب ثقة، أرد إذا خاف، أتحكم فيه عند الفراس، أتحكم فيه عند الفحول، قدام الخيل ورا الخيل مع الخيل إلى آخره. ثم أبغى أركب الشكيمة وأكرر نفس الاختبارات، ثم ابغى قاعد اقعد العزف واكرر نفس الاختبارات، ثم ابغى اجي اركب الحصان وثق فيني ثقه عمياء لدرجه اني اركب عليه السرج، اركب عليه لباده، اطمر على ظهره، خوفه باشياء معينه ما يتحرك، اركب نص ركوب، ثلاث اربع ركوب، ركوب كامل ما يتحرك، اركب ركوب كامل واقعد على ظهره ما يتحرك، ثم ابدا انا احركه. اول في المسار يكون عندك توجيه فقط، ثم ادخل صوت وادخل رجول، ثم اذا بدا يستوعب انه يقدر يمشي مسار وانت فوق ظهره وتحمس ابدا اخب. اذا عرف انه يقدر يخب وانا فوق ظهره ابدا اهذب. اذا بدا يهذب وعرف انه انا فوق ظهره ممكن مع الوقت اوسع وافتح. وتاخذ العمليه من شهر الى شهرين. طبعا عاده اول ركبه ركوب كامل تقريبا اول او ثاني يوم يكون جاهز للركوب الكامل معي شخصيا عاده. والحصان عقب شهر تقريبا يكون جاهز للفتح، لكن اعطيه شهر اخر اكثف بعض التمارين الاخرى. لما هو جاهز للفتح قصدي ان الحصان ببساطه 30 يوم جايه، ما احسب الراحات. الايام اللي جيتها تقريبا حوالي 30 ركبه مع قود، طبعا قود وركوب، فيكون جاهز للفتح تقريبا 3 اسابيع الى شهر جاهز تماما للفتح. لكن اعطيه شهر زياده اني عندي اشياء ابغى اسويها، مشي على جنب، تكثيف الرجوع للخلف، تكثيف الكاع، تمارين مهمه، لان اذا فتحت لبريحه انتهي العزف، فما ابغى انهي العزف الا وانا مسوي اشياء مهمه. لما تروح للعزف الخاطئ نتكلم عنه في البدايه كضحيه مبتدئ تشتري حصان مع عزف خطا، الموضوع كالتالي: تعامل خاطئ في البدوك، فالحصان يحاول يهرب، يحاول ينحاش عنهم، يحاول يوقفون توقيف خاطئ عن طريق البرسيم والسكر والهش، واحد يطرد واحد يوقف واحد يمسك لك، الثقة معدومة في البدوك. قود بحكمة تفاحة على فم الحصان، عسر، استعمال قوة، ما في تحكم حقيقي، صعب جدا توقف الحصان، شبه مستحيل ترجع الحصان وراء، شبه مستحيل تحكم بالحصان عند الفحول والأفراس، لاعب فيك لعب حيزك حوس. ثم تنتقل من هذه المرحلة السيئة إلى قود العزف، فما تنتقل من مرحله الى مرحله اللي بعدها زي الوضع اللي نتكلم فيه بعد التحكم. يعني انا اسوي مرحله تحكمت انتقل اللي بعدها، تحكمت انتقل اللي بعدها وهكذا. في العزف الخاطئ تسوي مرحله فشلت في التحكم تنتقل اللي بعدها، فشلت في التحكم تنتقل اللي بعدها، كله تخريب تخريب. قود العزف كل اللي قاعد تسوي انك قاعد تعلم الحصان اخطاء معينه، ما في وقوف واضح، رجوع للخلف انسى، كسب ثقه، لو كيس يتحرك ينطلق يسحب ساحب. فكل اللي قاعد تسوي انك قاعد تخرب الحصان. ثم يبغى يعود الحصان على السرج، فيجي يعود الحصان على السرج والحصان مو باثق فيه في الجود، فيحاول الحصان ينطلق او يقوم يصير يحوسك، يقومون يستعملون القوه، فالحصان يطبع على كره السرج والاشياء المخيفه، يغصبونه غصب يركبون على السرج، يقمص كم قمصه في البدوك يطلع طاقته، ثم يوقفونه، يحاول يركبك على نص ركوب او يرميك على الحصان ركوب كامل وواحد ماسك الحصان، الحصان يقمص يحاول يطيحك اربع خمس ست مرات، يسوف لك خلفي كم شقلبه كم حركه جمباز، ثم الحصان يقول يلا طيحتك سبع مرات خلاص الحين تبي تركب ركب. يحاول يتفلت شوي واللي قاودك يردك شوي مكان مفتوح، ثم يفكك يقمص بك الحصان يمكن يطيح كم مره، تحاول تركب مره ثانيه وضعك زين. ثم يطلعونك جود برا بدوك يمشونك مع الخيل، خيل ماشي يقودك مع الخيل. تروحون مسار مع الخيل ترجعون خواب مع الخيل. ثم بعد كم يوم وانت ماشي مع الخيل وهو يقودك يفكك يمشي جنبك. ما يروح عنك بس يفك المقود عشان تصير انت بتتحكم. ثم مع الوقت تصير وخر عنك وحصانك يمشي مع الخيل، الخيل تمشي يمشي توقف يوقف. ثم مع الوقت تدخلونك مكان ميدان سباق او غيره تهذب او تفتح صار معسوف، ثم تجي انت كضحيه السلام عليكم انا مبتدئ وابغى خيل حلوه ابغى اشتري حصان للركوب. اي عندنا حصان معسوف ويركب الطفل وما عليك وحصان مضبوط وعيد الخيال، ويعطيك حصان معسوف ما بعد فتح اصلا فتح حقيقي. تركب حصان انت كشخص